شن بعد المرة صح. أنا وقفت لك هكذا يبس بلاتي حاجة. السلام عليكم، معكم بلعقول فاطمة الزهراء من مدينة الدار البيضاء حي البرنوسي من مواليد 1987. وغلت اليوم نهضر على واحد الفضيحة اللي طرات لي من 1999، احنا دابا في 2020. اللي غادي يشوف هاد لا فيديو غايقول من هاديك الوقت لدابا راه عمر على قدو. وانا من ذوي الاحتياجات الخاصة، على فضيحة انهم سلبوا لي حقي، ان الملك ديالنا الحسن الثاني عطاني قريمه في 1999 ومشيت تسولت عليها ولقيت راسي انني هذيك القريمه اللي خديت انني حاليا راني مستافده من واحد الحق اللي عطاه لي سيدنا الملك ديالنا الحسن الثاني الله يرحمه ويجدد عليه الرحمه في هذا النهار، وانا ما مستافداش منها. ملي مشيت تسولت عليها قلت لهم المشكل فين كاين اولا كذا، قال لك الخلل كاين من عماله مقاطعه سيد البرنوسي، يعني تما في الناض يعني تحاولوا انهم داروا شي حاجه. هذه انا اليوم انا ما كنطالب بحتى شي حاجه، كنطالب بحقي يرجع ليا. بغيت انا المسؤولين كاملين ديال المغرب اللي عنده شي سلطه كبيره انه يتدخل. كل مره كيجيو عندي يبغيو يعرفوا التطورات الجديده اللي اليوم غادي نقولها، انهم تواصلوا معايا ناس من العماله انهم باغيين يديروا لي ان بروجي، ياك عمرت واحد لاسكريبسيون، تواصلوا معايا مشيت عمرت واحد لاسكريبسيون، قال لك باش تعمريها وتقراي ودير فورماس. بغيت نسولكم دابا نتوما اللي تواصلتوا معايا من العماله كتشوفوني انا لوكا ديالي ما كتستدعيش هاد القرايه كامله، انا الام ديالي متوفيه، الاب ديالي راجل كبير، انا نهار اللي تزاديت الاب ديالي توقف من الخدمه، كان خدام في واحد الشركه اللي هي معروفه ديال بانكوا في عين السبع، وقفوه في الخدمه علاش وقفوه؟ سبب تافه انه ما ديكلاراش لهم بان الزوجه ديالو ولداته هو مشى عندها باش يحسن بها. انا الاعاقه اللي عندي هي نتيجه خطا طبي ديال اليونيسيف ديال 1987، دقوا لي الجلبه في العرق، ها الرجل ديالي عندي رجل وايد اللي مريضه ما تقدرش نوقف فيها، وهذيك وكيقولوا لك السخانه اللي طلعت لي ديك الساعه، كانت عندي 5 شهور، طلعت لي ديك الساعه لاميناجي الراس، راسي تنفخ بزاف، نعس في لوبيتال ديال بنورشت اللي هو دابا حاليا هو الصوفي، كان الدكتور ديالي هو الدكتور الاندلسي ديال العظم، كانوا اطباء تما. هذيك عندي الوراق لي بابي باش كنت ناعسه، باش هذيك اليوم انا كنت اليوم مشيت انني باش ناخذ التقرير الطبي ديالي نعرف نوعيه الاعاقه اللي عندي، ما تجاوب معايا حتى واحد، قالوا لي عمر كي نعستي عندنا في لوبيتال. اليوم التجأت لهاد الجريده الالكترونيه باش ان الصوت ديالي تسمع، ما بغيتش انا ما هذيك حيت هذا ملف طبي وملف حقيقي، يعني عوض من اننا نلتجئوا نشوفوا فيديوهات ديال اشخاص لا داعي، فيديوهات تافهه كنعطيوهم اهميه بحال هاد الفيديوهات، علاش اللي ما نعطيوهمش اهميه؟ هادي قريمه ماشي شي حاجه اخرى، قريب بغيت نوقف ها انت نوقف ما حديهوك عندك سيري ملي كتشوف التيفي. لا لا